بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المره اللي فاتت عن اللينث، خدنا الميجرنج تولز بتاعت اللينث، خدنا الميجرنج يونتس بتاعت اللينث. هنتكلم النهارده عن تاني حاجه اللي هي الماس. هناخد برضو الميجرنج تولز بتاعتها والميجرنج يونتس. طيب تعال الاول، هي حاجه انت ممكن بتشوفها في حياتك اليوميه. انت مثلا دلوقتي عايز تروح تشتري فيجيتابلز او فروتس، تشتري خضروات وفاكهه من عند البياع. اول حاجه لما يجي يوزن لك بيحط الفروتس عليه، هتلاقي عنده كومن بالانس، هتلاقي عنده ميزان، هو الميزان اللي هو عنده كفتين، ده بسميه كومن بالانس. يبقى عندي اول ميجرنج تول للماس عندي كومن بالانس، بيس بي اللارج ماسز زي الفروتس والفيجيتابلز. طيب افرض مثلا دلوقتي لو حد رايح يشتري خاتم او يشتري مجوهرات، هيروح للراجل الجواهرجي، هل هيلاقي عنده كومن بالانس؟ لا، هيلاقي عنده ميزان صغير شويه اسمه سنسيتيف بالانس. يبقى الميجرنج تولز بتاعت الماس، الماس هنا لو انا هتكلم عن الميجرنج تولز عندي حاجتين، حاجه لللارج ماسز زي الفروتس والفيجيتابلز اللي هو الكومن بالانس، والتول الثانيه اللي هو السنسيتيف بالانس للحاجات الصغيره. يبقى عندي الكومن بالانس، وعندي ثاني حاجه ايه؟ السنسيتيف بالانس. الكومن بالانس ده لللارج فور لارج ماسز زي ايه؟ زي الفروتس والفيجيتابلز. يبقى ايه؟ از يوز تو ميجر لارج ماسز، لكن السنسيتيف بالانس از يوز تو ميجر سمول ماسز، زي مثلا زي الجولد والكيميكالز، زي الرينج، تمام، الحاجات اللي الحاجات الصغيره اللي ما اقدرش استخدم فيها الكومن بالانس. طيب دي بالنسبه للميجرنج تولز. ايه هي الميجرنج يونتس بتاعت الماس؟ الميجرنج يونتس، ايه هي الميجرنج يونتس اللي هستخدمها؟ انت مثلا رحت للراجل بتاع المانجا، كلكم طبعا بتحبوا المانجا، هتقول له مثلا اوزن لي 2 او 3 او 5، هتقول له اوزن لي يعني 3 ايه؟ 3 سنتيمتر ولا 3 متر؟ لا طبعا السنتيمتر والمتر دول بتوع مين؟ بتوع اللينث، ما ينفعش. فانت تقول له اوزن لي 3 كيلو جرام. يبقى الميجرنج يونتس بتاعت الماس الكيلو جرام. طب دي الحاجات اللارج، الحاجات الكبيره. افرض انت عايز تجيب او عايز تعرف الميجرنج يونتس بتاعت السمول ماسز، زي مثلا جبت جولدن رينج، خاتم ذهب، ورحت عند الراجل الجوهرجي عشان تقيس الماس بتاعه، مثلا حطه على الميزان وقياسه وطلع مثلا ايه؟ 10 ايه؟ هيبقى 10 كيلو جرام. خدت في خاتم 10 كيلو، 10 كيلو ده حاجه كبيره ما تقدرش تشيلها، هيطلع مثلا ايه؟ 10 جرام. يبقى الميجرنج يونتس بتاعت الماس، يبقى عندي اول حاجه الجرام للسمول ماسس، الكيلو جرام للارج ماسس. طب افرض بقى انت عايز تقيس الماس بتاع حاجه كبيره قوي، مثلا عندك اللي هي العربيه الكبيره التريلا دي، عايز تقيس الماس بتاعتها، هنا تستخدم ميجرنج يونت ثانيه اسمها طن. يبقى الميجرنج يونتس بتاعه الماس جرام، كيلو جرام، طن. يبقى الميجرنج يونتس بتاعه الماس يا اما عندي جرام واختصره كده جي ام، او ممكن جهاز تكتبه جي، وعندي الكيلو جرام كي جي، وعندي او ممكن ما تحطش النقط دي كي جي على طول، او عندي ثالث حاجه ايه؟ الطن. الجرام ده للسمول او في سمول ماسس، سمول ماسس، الكيلو جرام لللارج ماسس، لارج ماسس،
اما الطول للفيري لارج ماسز. طول للفيري لارج ماسز. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا النهارده او خدنا في الفيديو ده الميجرنج تولز والميجرنج ريتس بتاعت الماس. ايه هي الميجرنج تولز بتاعت الماس؟ الكومن بالانس والسنسيتيف بالانس. الفرق ما بينهم؟ الكومن بالانس بيقيس اللارج ماسز زي الفيجيتابلز والفروتس. السنسيتيف بالانس بيقيس السمول ماسز زي الجولد والكيميكالز. تمام؟ الميجرنج ريتس بتاعت الماس الجرام او الكيلو جرام او الطن. الجرام بيقيس بيه او يعتبر ميجرنج ريت للسمول ماسز، الكيلو جرام ميجرنج ريت للارج ماسز زي الفيجيتابلز والفروتس، الطن بيعتبر ميجرنج ريت للفيري لارج ماسز مثلا زي الهيفي تراكس. طيب اللي هي العربات الايه او الشاحنات الكبيره. تعالى اما نشوف الاسئله بتيجي ازاي. دي نوع من الاسئله اللي ممكن تيجي على الجزء ده. يقول لي كومبليت كومن بالانس از يوز تو ميجر ايه؟ الكومن بالانس ده هيقيس بيه ايه؟ هنا هحط كلمه من الثلاثه. انا قلت لك في بدايه الدرس خالص انا بقيس حاجه من الثلاثه، يا اما لينث يا اما ماس يا اما فوليوم. الكومن بالانس ده هيقيس ايه؟ طبعا انت هنا هتقول لي ماس على طول عشان اشرح الجزء بتاع الماس، لكن الدرس لما بيخلص او بعد ما تخش شويه في المنهج بتتلخبط. يبقى انت تبقى فاكر على طول ان الكومن بالانس والسنسيتيف بالانس ده بيقيس بيهم ايه؟ الماس. الكومن بالانس از يوز تو ميجر ماس. طيب كيلو جرام از ذا يونت اوف ميجرنج ايه؟ الكيلو جرام ده يونت او ميجرنج يونت عشان يقيس بايه؟ اللينث ولا الماس ولا الفوليوم؟ ها الكيلو جرام هنا انا بستخدمه طبعا مع الماس عشان يقيس بيه الماس. طيب ذا ماس اوف فروت از ميجرد باي ايه؟ هنا كلمه باي معناها اللي انت هتقيسه بايه؟ يبقى هنا بيسالك على ميجرنج تول. تمام؟ ما دام قال لك ميجرد باي ايه وما حددلكش ما قالكش يونت يبقى هنا بيسالك على ميجرنج تول. طيب الماس اوف فروتس هستخدم ميجرنج تول من الاثنين دول، كومن بالانس ولا سنسيتيف بالانس؟ اكيد هستخدم مين؟ الكومن بالانس عشان انا لسه قايل لك ان الكومن بالانس بقيس بيه اللارج ماسز زي الفيجيتابلز والفروتس. يبقى ذا ماس اوف فروت از ميجرد باي ايه؟ كومن بالانس. وايل ذا ماس اوف سيلفر جيلوري از ميجرد باي، لو انت مثلا معاك خاتم فضه او مثلا مجوهرات فضيه، خواتم، حلقان، سلاسل، هنا هستخدم انهي ميجرنج تول؟ هستخدم السنسيتيف بالانس. يبقى ذا ماس اوف سيلفر جيلوري از ميجرد باي سنسيتيف بالانس. زي ما اتفقت معاكم احنا كده خلصنا الجزئيات على الماس. زي ما اتفقت معاكم قبل كده اللي انت لازم لما تيجي تذاكر الساينس او تذاكر حتى اي ماده، سواء بتذاكر ماث او ساينس او عربي او انجلش، اي ماده لازم بتذاكرها بالورقه والقلم بالكتابه. يعني مثلا هتبدا تمسك الماس كده تكتبها، تجيب كشكول او ورق كده انت مش عايزه، تكتب ايه ماس وتقسمها كده. الميجرنج تولز بتاعت الماس هي عباره عن ايه؟ تكتب كومن بالانس وسنسيتيف بالانس. هتلاقي الكلمات لسه جديده عليك، ما هي مش صعبه هي بس هي جديده عليك. اي حاجه جديده عليك بتحتاج ان انت تتمرن عليها براكتس. واتمنى ان شاء الله انتوا تكونوا استفدتوا واشوفكم ان شاء الله حاجه. شكرا.